حواء وآدم بدأوا حياتهم بمشكلة كبيرة، ومن يومها والمشاكل بينهم ما بتنتهيش. لو متجوزة، لو متجوز أكيد مريتوا بالتجربة دي. مصروف في البيت، الولاد عايزين يروحوا النادي، الغيرة، حماتك مجنناكي، حماتك مش عاتقاك، جوزك ساكت على طول، مراتك رغاية. تعالي تعالى، هتلاقوا الحل عندنا في أزواج وزوجات. أزواج وزوجات، حلقتنا النهاردة من أزواج وزوجات هنناقش فيها أنا وزميلي أحمد معاكم 30 يوم لعلاقة زوجية جديدة. في الحلقة دي احنا هنهتم بعلاقة الزوجين ببعض، وهنقول ان علاقة الزوجة بزوجها كأي شيء في حياتها بيحتاج لبذل مجهود لتطويرها والحفاظ عليها، ومع ازدحام اليوم بالمهام أحياناً الزوجة قد تهمل هذه العلاقة، وأحياناً الزوج برضو أيضاً قد يهمل هذه العلاقة في قائمة أولوياتهم. ولننعم بمزيد من السعادة الزوجية هنقدم لكم جدول التحدي اللي يمكنكم خلال 30 يوم من إنعاش حياتك الزوجية أو حياتك الزوجية من جديد، وبإمكانكم تغيير الأيام حسب ما يناسبكم. اليوم الأول بنقول للزوجة احتضني زوجك عدة مرات في اليوم. أما تاني يوم بنقول اصطحبيه في تمشية لشارع جديد عليكم. فاستكشاف الأماكن والتمشية دي من الأنشطة اللطيفة اللي قد تعيد لكم بهجة البدايات لحياة جميلة. اليوم الثالث ممكن تخبي رسالة صغيرة كده لطيفة في جيبه أو في المحفظة بتاعته أو في تابلوه العربية، بحيث أنه ممكن يشوفها في نص يوم الشغل بتاعه أو في أي فترة تانية. ممكن تكتبي فيها بيت شعر صغير أو عبارة من أغنية أو جملة بتعبر عن مشاعرك لزوجك. وطبعا على عكس ما الجميع معتقد، يعني يمكن العالم كله معتقد ان الزواج بيبدا بسنوات سعيده خاليه من المشكلات ومفيهاش تحديات كتيره، فان اشاره الحب لسه بتبقى موجوده وكده وما دخلش الملل المعادله دي، لكن الدراسات والتجارب العمليه أثبتت عكس ده تماماً. يعني السنوات الأولى من الزواج هي الأصعب على الرغم من كل اللي بيحصل دوت، وإن السنوات ديت بتشكل تحدي صعب أمام كل من الزوج والزوجة. علشان كده بنلاقي نسب الطلاق عالية جداً يا ريهام في السنوات الأولى من الزواج، خاصة في مصر بالضبط، وأكثر انخفاضاً كلما زاد عدد سنوات الزواج. اليوم الرابع كمان يا أحمد بنقول ممكن الزوجة تشارك زوجها برسالة أو صورة مضحكة عبر الفيسبوك. دلوقتي طبعا مواقع التواصل والواتس أب والفيسبوك دي ممكن تسهل لها أنها ترسل رسالة من خلالها، رسالة لطيفة يا إما مضحكة أو فيها بعض المشاعر، يا إما على الفيسبوك أو على الواتس أب بتاع التليفون. اليوم الخامس ممكن تقعدي تسمعي مع جوزك كده أغنية اللي كانت في الزفاف بتاعتكم، طبعا بتفرق كتير، أو أغنية مفضلة ليكم أنتوا الاثنين، أو أي أغنية مرتبطة بذكرى رومانسية بينكم أنتوا الاثنين. كمان اليوم السادس بنقول مفاجأة صغيرة ممكن تسعد أحد الزوجين، يعني كاستوانا للعبة الفيديو المفضلة لي، أو مشروب المفضل، أو سيديهاية فيها أغاني بيحبها أحد الطرفين. اليوم السابع، وطبعا ده مش الجريدة أو الموقع، اليوم السابع ممكن تعملي له عشاء كده شاعري على ضوء الشموع. أعتقد أن الشموع لها تأثير إيجابي وجميل قوي في حياة الأزواج. اليوم الثامن كمان ممكن يلعبوا مع بعض الألعاب زي الشطرنج أو الكوتشينة أو حتى السلم والتعبانة اللي كنا بنلعبها وإحنا صغيرين. اليوم التاسع ممكن يخليه يشارك معاكي في أعداد الأكل دوت، حاجات خفيفة يعني زي البيتزا، زي العجة، الحاجات الخفيفة، الفطائر الخفيفة، ويشاركك معاكي في المطبخ قبل ما تعشوا مع بعض.
وكمان ممكن نضيف يا احمد هنا ان برضو زياره الاماكن اللي كان بيعتاد عليها الزوجين اثناء فتره الخطوبه برضو دي بتعمل عامل لطيف في الحياه الزوجيه. هنقول اليوم العاشر يفضل طبعا ان مساله تبادل القبلات بين الازواج دي مساله مهمه جدا، خاصة عند الاستيقاظ وقبل النوم. يعني تخيل اليوم من غير قبلات خالص ملهوش أي طعم ولا أي حاجة، ولا بيدي كمان دفعة للحياة اليومية. اليوم الـ11 تقعدوا انتوا الاثنين كده تكتبوا قائمة بأفضل الصفات اللي موجودة فيكم انتوا الاثنين، تكتبي الصفات بتاعته اللي بتحبيها فيه وهو يكتب العكس، وتتبادلوا هذه القوائم دي. ممكن دي تبقى مفعول كويس، والقائمة هو يديها القائمة الأخرى. اليوم الـ12 ممكن نقول يجهزوا وجبة فشار مع بعض، يتفرجوا على فيلم مفضل من خلال أحد القنوات الفضائية، أو يشاهدوا فيلم هما جايبينه من خلال يعني منزلينه على النت أو حاجة، ده برضو بيعمل جو لطيف. اليوم الـ13 تجيبوا بازل، تجهزوه وتجيبوه بازل يكون أعداده كتيرة كده، حاجة مش عن 100 اللي هو ممكن يقعد ممكن يشتغلوا فيه طيب تبنوا فيه، حتى لو استمر في نفس اليوم ما خلصش ممكن نكمل في الأيام التانية. اليوم الـ14 بقى بنقول لكم اتفرجوا مع بعض على مسرحية كوميدية أو برنامج مضحك، ده بيأثر كتير إيجابيا على صحة العلاقة الزوجية. اليوم الـ15 ممكن تتبادلوا عمل المساج، برضو المساج ده بيفرق جدا لان هو بينعش وبينشط اجهزة الدورة الدموية، فبرضو بيخلق جو جميل. اليوم الـ16 بنقول حاولوا تتعلموا شيء جديد، على سبيل المثال بعض الكلمات من لغة جديدة. اليوم الـ17 طبعا غروب الشمس ده حاجة بتثير مشاعر رومانسية، لو تتفرجوا مع بعض كده على مشهد غروب الشمس ده مشهد بيبقى جميل جدا. أما اليوم الـ18 فاحنا ممكن نقول ان طبعا انا مش هنقدر نقول لهم ان هم يمارسوا علاقتهم الحميمية في اي يوم من 30 يوم هم حرين، لكن احنا بنقول ان يفضل اختيار اماكن مختلفة بالمنزل، لان ده بيبقى له واقع لطيف في التغيير، وبرضو بيجدد علاقة الحب بين الزوجين. اليوم الـ19 تلبسوا مع بعض ملابس تنكرية، تتصرفوا كده أجنكم من أيام زمان، ملابس أمراء، ملابس يعني في تجديد كده، بس في الإيه زي مفاجأة كده حاجات زي كده. أما اليوم الـ20 فممكن يبدأوا يومهم بشيء بيحبوه مع بعض، سواء الرياضة أو الخروج لمكان مفضل لديهما، يعني يخرجوا يفطروا في مكان، يخرجوا يتمشوا، يعملوا جوجينج، أو يعني يطلعوا جبال لو في كان جبال محيطة جنب بيتهم، يعني ده شيء برضو بيعمل نوع من الاسترخاء في العضلات وأشياء كتير. اليوم الـ21 ممكن تجهزي حمام كده ظريف لزوجك، بحمام أو هو يجهز لها، يعني لازم بس ده من اللي عليها كل حاجة، في حمام بالفقاعات بالزيوت العطرية، الحاجات دي بتبحث راحة للجسم واسترخاء ذهني وعضلي، فده بيساعد برضو على استعادة العلاقة الزوجية القديمة. برضو اليوم الـ22 احنا بنقول حاولوا تاخدوا اجازة من التكنولوجيا، بصراحة التكنولوجيا دي بقت مدمرة احمد لكل العلاقات الاسرية، فبمجرد انهم يدخلوا المنزل يقفلوا هواتفهم الذكية، الموبايلات أو أجهزة الكمبيوتر، طبعا في حالتنا احنا الصحفية يستحيل عمل ده لان احنا مهنتنا بتتطلب ان احنا 24 ساعة قاعدين بس على الاكل، بس حتى على ترابيزة السفرة بس كل في الموبايل، لان ده برضو بيدي نوع من ريلاكسيشن، يعني الراحة الذهنية يعني، والناس هتتكلم مع بعض بالضبط. اليوم الـ23 حاولوا تقضوا وقت مع بعضكم، تجيبوا الصور القديمة بتاعتكم، تستعيدوا الذكريات ديت، سواء صور الخطوبة أو الجواز أو شهر العسل أو صور الطفولة. صور الطفولة دي برضو بتبقى لها وقع جميل. اليوم الـ24 بنقول لهم حاولوا تمارسوا في هذا اليوم أي نوع برضو من الرياضة اللي انتوا بتحبوها، يوجا، ماشي، أي حاجة، المهم يعملوا حاجة مشتركة. اليوم الـ25 ممكن ترقصوا مع بعض رقصة على لحن كده، حاجة موسيقى سلو كده، لحن هادي بالليل قبل ما تناموا.
وبرضو اليوم 26 بنقول لكم امسكوا ايد بعض، ده بيعمل فرق كبير جدا في تأثيره على العلاقة سواء خارج المنزل او في اثناء جلوسهم معا داخل المنزل. اليوم 27 ممكن تلعبوا رياضة مع بعض سواء كان في الجيم او تروحوا النادي، يعني ممكن مشي في الشارع برضو، يعني بعد اليوم يبقى فيه ايام قلنا في ايام رياضة ممكن يبقى فيه مشي بصفة عامة. هو الرياضة على العموم ممكن تبقى في اكتر من يوم لان ده حاجة في روشتة العلاج مهمة. اليوم 28 بنقول لكم تذكروا أول مرة من كل شيء، سواء أول مرة مسك الزوج إيد خطيبته أو أول كلمة أحبك اتقالت بينهم وما بين بعض حتى أول خناقة. تمام، تبقى ظريفة بيسترجعوا الخناقة فبيعرفوا إن احنا كنا في مشاكل هايفة، ممكن يعتبروا الخناقة دي كانت حاجة هايفة جدا. طبيعي. اليوم 29 دوت ممكن تقعدوا تصوروا صور سيلفي مع بعض مضحكة وكده، يعني صورة البطة وش البطة يعمل هو وش الوز، تفك العلاقة لو في أي مشاكل في العلاقة هتفك على طول. صح. أما اليوم 30 بنقول لكم احرصوا على أن تقضوا وقت كل منكما في مع بعض الوقت بمفرده، بمعنى ايه؟ ان انتوا كل واحد فيكم ياخد بس اجازة ساعتين ثلاثة من بعض، هو ينزل يقعد مع اصدقائه وهي تخرج برضو مع اصدقائها، ده يعني بيجعل هناك في نوع من الشوق للآخر. بتتعامل في المجتمع الأوروبي بس يبقى فترة طويلة قوي، ساعات بتبقى شهر، ساعات تمتد لمدة 6 شهور. طبعا بيبقى بيقولك احنا لو بعدنا عن بعض شوية هنرجع. احنا هنا لو يعني للأسف الشديد احنا طبعا مستمعين اكيد فاهمين احنا في مجتمع كل حاجة بتفهم فيه غلط، ويعني لو الزوج اخد اجازة مثلا اسبوعين من زوجته وراح عشر عند اهله يا تبقى مصيبة كبيرة بقى، ده هم متخانقين وحاجات كده. نتمنى ان احنا نكون أسعدناكم بالحلقة دي وأفدناكم في نفس الوقت ببعض من الخطوات التي قد تعيد المشاعر الدافئة والحب لبيت الزوجية. استنونا في حلقة جديدة من أزواج وزوجات، ولو عندكم مشكلة ابعتولنا على صفحة راديو الأهرام على الفيسبوك وهتلاقوا الحل عندنا. كل يوم أربع مع أحمد وريهام على راديو الأهرام. تعالي تعالى هتلاقوا الحل عندنا في أزواج وزوجات. أزواج وزوجات.